بسم الله وعلى بركة الله. متابعينا الأعزاء نسير مع الشوط التاسع في المجموعة، هذا الشوط خاص بالجعدان الصعاب. أسير مع البداية وأسير مع المركز الأول، مبشر على المقدمة عبد الله بن علي الهاشمي يتقدم على الصدارة، بينما المركز الثاني الغادم وصل هنا. الله الله، منصور بن سالم الزرعي يتقدم مع أيضا هنا شاهين على المركز الثاني والمركز الثالث. الغدوم من دالوب حسين بن علي بن شطيط المدهوشي، الأسماء واصلة. وصل الغزال، حمود بن سالم الهاشمي يتقدم. الغزال الدماء الصوغاني سلالة حشيم. الله راح مع البداية، راح مع المقدمة الغزال حمود بن سالم بن حمود الهاشمي، هنا يتقدم بقيادة سعيد بن حميد بن سعيد الهاشمي، من يقود الغزال على البداية. راح مع المقدمة، راح مع الصدارة، راح مع السيف. سلام الغزال سلام، هذا الشعار يظفر بالنقطة الثانية في هذا الصباح. هنيالك، أشكرك يا سعيد، أشكرك تهانينا والناموس حمود بن سالم بن حمود الهاشمي على فوز الغزال بالمركز الأول. المركز الثاني بن شطيط هناك مع دالوب حسين بن علي بن شطيط المدهوشي، والمركز الثالث القفاي علي بن عامر بن علي العمري. تهانينا والناموس حمود بن سالم الهاشمي. التوقيت دقيقة 44 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.